ذلك بالمناسبة أذكره الآن، نهي كثير من السلف عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في المصنف عند البيهقي أن عمر رضي الله عنه وهو عائد من الحج صلى بالناس الفجر، فلما فرغ أخذ الناس يتبادرون يسرعون، فقال رضي الله عنه: ما هذا؟ قالوا: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجد صلى فيه، صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، فقال رضي الله عنه: هكذا هلك أهل الكتاب، هكذا هلك أهل الكتاب، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، من أدرك فيه صلاة فليصلي، من وافق فيه صلاة فليصلي، ومن لم يوافق فيه صلاة فلا يصلي. يعني أنه مسجد كسائر المساجد، إن أدرك الإنسان فيه صلاة صلى، وإن لم يوافق صلاة لا يصلي. والأثر صحيح عن عمر رضي الله عنه: الذي أمرنا باتباع سنته فإنه من الخلفاء الراشدين المهديين، كما قال الحافظ بن حجر إنه صحيح عنه، عن عمر رضي الله عنه. هذا يا إخوة في أثر في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بما يقال إنه البيت الذي ولد فيه؟ ليس فيه عبادة، البيت الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، فإن الذي عليه عمل الخلفاء الراشدين وأكثر السلف أن هذه الآثار لا تتتبع. قال العلماء: والحكمة في ذلك سد ذرائع الغلو والوقوع في المخالفات الشرعية وأعظمها الشرك، فإن اليهود والنصارى إنما وقعوا في الشرك من ضمن ما وقعوا فيه بسبب غلوهم في آثار أنبيائه، وهذا من ضمن الأسباب، وهذا ينبغي أن ينتبه له اليوم. فإن بعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد يكونون عن خير وقصد خير، يقعون في جمع آثار مظنونة وقد ينتجون فيلما عنها: شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيف النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدري كذا، ما أدري كذا، ويقولون هذا فيه تذكير بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان المسلم يحتاج أن يذكر بالنبي صلى الله عليه وسلم بالشعر فهذه مصيبة، ليست سنة ولا خير فيها، ولا سيما أن هذه الأمور أيضا مظنونة، ليس فيها شيء ثابت. وأنا لا أستبعد أن يأتينا يوما، وأسأل الله أن لا يقع، من يقول: نرسم النبي صلى الله عليه وسلم وقد علمنا صفته. ما أستبعد أن يأتي أناس يقولون، حتى يعرف الناس النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفونه: تعالوا يا أهل الرسم، هذه أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، ارسموه. ما أستبعد هذا. قبل فترة كان الناس، نحن كنا نقول التمثيل حرام كله، ولازلنا نقول التمثيل حرام كله على أي قصد كان، لكن كان بعض الناس يستقبحون أن يمثل الصحابة، ثم أصبحوا يستملحون أن يمثل الصحابة، إلا العشرة المبشرين بالجنة. واليوم عن قريب أصبحوا يستملحون أن يمثل العشرة، ومثلوا ولا حول ولا قوة إلا بالله عمر رضي الله عنه. ما أستبعد، والشيطان يستدرج الناس،
أن يأتي زمان يقولون هكذا، تعالوا نصور النبي صلى الله عليه وسلم، نرسم كما عرفنا وصفه لكي يتذكره الناس. وهذا باب لا ينتهي، لا نتهم الناس في مقاصدهم ولا في ديانتهم، ولكن كما قال ابن مسعود: كم من مريد للخير لم يدرك. ولذلك من أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأراد تذكير الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم فعليه بسنته تعليما وفعلا. تعجب من إنسان لا يفعل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره شيئا ويبكي على حجر، يبكي على حجر، فهذا الأمر ينبغي أن يتنبه له.